حكايه اميره اللي كانت هتستغل لاشعال الفتنه الطائفيه في الاقصر، واسلاما اميره اسلمت، اميره بنت قاصر في الثانويه العامه. لا الاسلام هيكسب باميره ولا المسيحيه هتخسر. اذا في قناعه عند حد انه يقتنع انه يعتنق الاسلام فليكن، دي قناعته يعني. انما لما الاسره نفسها وكمان البنت قاصر وكمان نسيب ده للقانون، يعني اللي عاوز انه يتذمر او يشكو يلجا للقانون. انما تم اللجوء لمظاهرات غاضبه وتم اللجوء الى العنف. فاعداد الصلح اتمنى انها ما تكونش بالشكل التقليدي، تعالوا نجيب شيخ يعانق قصيصا ونقول كل شيء تمام، تعالوا نغني يحيى الهلال مع الصليب. لا، لما تكون في مشاكل حقيقيه، لانه ده معناه ان في ثقافه شعبيه سائده سهل جدا انها تشعل الفتن الطائفيه. جلسات الصلح نعم، المهم انها اللي اخطا لابد ان يحاسب امام القانون. لو انت بتعلي من دوله القانون وتحاسب اللي أخطأ مش هتحدث هذه المشاكل تاني. لكن دايما الناس يقولك ما هو هيحصل ده وبعد كده هنعمل قعدة صلح. يعني مفيش شك انه قصة أميرة كان يمكن انها تشعل قرية كاملة حالة غضب، وإسلاماء أميرة أسلمت أعيدوا أميرة. لما ناقشنا هذه القضية ونشدنا أصوات الحكمة انها تنتصر في النهاية، واللي عايز يلجأ للقانون يلجأ. والأب دخل معانا في مداخلة، وكمان حققنا الواقعة داخل القرية، والأب قال أنا ما شفتش حد يجي يقول لك طلعوا بنتي علشان نسألها يعني. وقال إنه من حقه إنه يحمي بنته ويحافظ عليها، وبنته كان وفقا لكلامه كان أحد الأشخاص بيهددها. حتى لو أنت بتقول إنه لا أنا عندي أدلة في إنه تم اختطاف أميرة وتم الاعتداء عليها لأنها أسلمت، إلجأ للقانون، لا تلجأ إلى الوسائل التي شاهدناها. عشان كده جلسة الصلح اللي هنشوفها معاكم، ودخلنا حتى بيت أميرة ووجهوا رسائل للناس. نجحت جهود بعض أعضاء مجلس النواب ولجنة المصالحات بمحافظة الأقصر في إنهاء أزمة قرية المهيدات التي نشبت بين مسلمي ومسيحي القرية إثر تردد شائعات باختفاء فتاة قبطية بعد إعلان إسلامها، وتم عقد جلسة صلح موسعة بين أقباط ومسلمي القرية بحضور وفد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ببيت العائلة المصرية، واجتمع أطراف الأزمة وتوصلوا إلى اتفاق ومصالحة انتهت بتناول الجميع طعام الغذاء سويا. فرصة سعيدة وملاحظات طيبة ان احنا موجودين مع اخواننا هنا في المهدات، واهل المهدات سواء عائلات مسيحية او مسلمة يعتبروا كلهم عائلات يعني ذات مجد وتاريخ. وما ازيع او ما تم صار تهويل او تطهير لما حدث هنا، كل ده شيء عاري عن الصحة. العائلات دي عائلات عريقة وعائلات متربية وصاحب الدين والخلق، واستجابوا هم عشان يثبتوا للعالم كله ان البلد امنه وان الناس طرف واحد مش طرفين. الجلسه الطيبه دي اللي حضرها اخواننا وتغدينا مع بعض في هذا المكان الطيب في نفس البلد في ضيافه عائلات البلد المسيحيين والمسلمين متربين معانا دي العمامة وابانا، احنا نسيج واحد الوطن دي اترابوا علينا اترابوا مبروك علينا. رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي نعزم عزه خاصه البلد ونجحت. النواب جو حضروا وباركونا نعمد معنا كويس. الامن كله كويس من المحافظ المدير الامن جميع الامن. المصالحه زي ما انت شايفها اصلا ما فيش شيء هو يعني زي ما تقول على العمليه بسيطه، وزي ما قال استاذ النواب والاخواننا ان مشكله بسيطه جو ضعف في فنجان من شباب صغير ما يعيش ما الحين يغمر وراه بس والله. فاحنا ما فيش بيننا وبين اخواننا المصغرين الا كل خير. انطوت هذه الصفحه تماما، لكن من ناحيه ثانيه انا زي ما قلت في الكلمه اللي قلت لها الصبح اني انا كنت بتمنى اني انا اجي قريه المهدات واجي نفتتح مشروع معين مرفق معين. دعونا في فكره الدين نلتقي ونعبد الله كل شخص لوحده بعيدا عن الاحتقان الذي موجود. الدين كله خلق، ف
فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قضية الأخت أميرة كانت قضية أخلاقية وتناولها الأستاذ وائل في أول مبادرة، يمكن كان لي مسبق في القضية. وأنا أشكر بداية قبل ما نتكلم على الحدث اللي جمعنا في هذا اليوم، هو قد تناولها بحيادية تامة والناس قضية وفعليا كانوا معجبين بهذا الأمر. ثانيا تمت المصالحة، ولا أدري أي أمر في المصالحة، لأنها كما ذكرت قضية أخلاقية، المسلم والمسيحي. والله كنا في المصالحة بأمرنا هذا اليوم، والله لا ندري من الذي استضافنا، المسلم أم المسيحي. ولا احنا في امان وسلام، وباذن الله حترجع الدنيا زي ما كانت. احنا من طول الزمن كنا اخوان وكنا مية مية مع بعضينا. البلد كلها بتحبك واهلك بيحبوكي، واللي حصل دياتي كان نفضة شيطانك بس. وقلها ثبتك في إيمانك ودينك ومحبتك لربنا اللي احنا علمناك عليها. والله والبيت كله حزنان على أميرة. أميرة دي بنت البهدات كلها، مش بنت عم جرجس ولا عم زكي، أمام أهل البلد كله. وإحنا لحد دلوقتي بنقول أميرة جرجس خليل، أميرة جرجس خليل. اللي احنا عرفناها ثواني، اللي احنا عرفناها ان هي مسيحية وبنحبها ان هي مسيحية. شوفوا حالة التسامح وحالة الحب بين المسلمين والمسيحيين، وحتى الناس بتوجه رسائل لأميرة اللي اضطر ابوها انه ياخدها. سيدي عندك مشكلة وبتقول انه والله لا ده اعتدوا عليها، وبعدين ده ابوها، والاب كان معانا وقال في اب يمكن انه يعتدي بالضرب المبرح على بنته بهذا الشكل ويعذبها، وشائعات انه دبحها. تعالوا يا جماعة نلجأ للقانون، وتعالوا كمان لا نسمح باشتعال الفتن. لا الإسلام هيكسب بأميرة ولا المسيحية هتخسر، واللي عاوز حرية الاعتناق الدين مكفولة، ولو أميرة أسلمت ودي قناعتها ده قضية عايز تأكدها تثبتها، إلجأ للوسائل القانونية، لا تلجأ إلى الاعتداءات وإلى مظاهرات الفتنة في قضايا من